مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه بيتابعونا يوم جديد حلقه جديده السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم. وقبل ما ندخل في التفاصيل خلوني بس اطمن كل الاهلاويه على حاله كابتن محمد هاني. من مصادرنا تاكدنا الحمد لله انه الاصابه خفيفه، وان شاء الله باذن الله محمد هاني هيكون جاهز للمشاركه مع فريق النادي الاهلي في نهائي دوري الابطال. الاهم ان احنا في الامطار الاخيره خلاص، يعني يمكن مجازا نقول العد التنازلي بدا، 10 ايام بتفصلنا عن موعد وتاريخ مباراة نهائي أفريقيا. كل التوفيق طبعا لنجومنا والأبطال النادي الأهلي. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. طبعا خبر يفرحنا أنه يكون من الوارد جدا محمد هاني يلحق بمباراة النهائي الأفريقي اللي هي طبعا الأهم بالنسبة لنا كلنا في مشوار الأهلي في أفريقيا. طبعا مباراة نهائية مهمة جدا ويهمنا جدا كلنا كمصريين أن هي تطلع بشكل مشرف جدا. وخليني يعني أقول لحضراتكم أنه قد إيه كمان دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان بيأكد على مبادرة مصر أولا لا للتعصب، وأن هي مبادرة لكل المجالات مش بس رياضة، رياضة منها، وأن الإعلام شريك أساسي في المبادرة دي. وده دورنا طبعا أن احنا نأكد أنه مفيش أي تعصب أو أي مشاحنات بين الجماهير أو اللاعبين. كمان دكتور أشرف صبحي يمكن قال أنه هيكون في مباراة لقدامى رياضيين بين الأهلي والزمالك على شرف النهائي ده أو على هامش النهائي ده، عشان تكون رسالة واضحة للجميع أن مفيش أي تعصب بين الجماهير أو اللاعبين. وخصوصا يا أحمد أن كان في مشاحنات كتير بين الجماهير الفترة اللي فاتت، أو ناس بتحاول تخلي إن في مشاكل وتعصب بين الجماهير. حقيقي جزء كبير من المشكلة نقدر نقول زي ما أنت بتقول يا سارة مفتعل. وخلينا نحدد مسؤوليات أكتر، إنه في المقام الأول والأخير تقع المسؤولية في مواجهة التعصب على الكبار، وبقصد بالكبار هنا من في موقع المسؤولية. وخلينا برضو عشان نبقى بنتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، محدش يقدر ينكر انه في بعض، انا مش هقول كل، ولكن بعض المسؤولين في الفتره الاخيره كانوا سبب في زياده حده التعصب، سواء بالتصريحات او سواء بالتصرفات او سواء حتى في وقت من الاوقات للاسف شديد جدا بالافعال. مش مقدرين مدى خطوره الموضوع، مش مقدرين مدى تاثير ده على الشباب الصغير اللي تقريبا يمكن يكون كله بيشجع كره في مصر. عشان كده بقول الكبار، يعني من في موقع المسؤوليه، يعني اجهزه فنيه، يعني نجوم الفريقين عليهم دور كبير جدا. وبالتاكيد طبعا الاعلام الرياضي، يعني ده شيء ما فيش نقاش فيه، يتحمل جزء كبير جدا من المسؤوليه، ويدعم ده الحقيقه مع المسؤوليه، يدعم ده الحقيقه مجموعه من يعني القوانين بقى او الضوابط او اللوائح المنظمه اللي تمنع وتعاقب في حاله صدور اي تجاوز. وبيتهيالي واعتقد ان الجمهور المصري زي ما تعودنا طول عمره يستجيب، لانه ده فكرة التعصب سواء كورة أو غير كورة، رياضة أو غير رياضة، بعيدة كل البعد عن طبيعة الشخصية المصرية، إن إحنا ما بنحبش العنف وما بنحبش الغل وما بنحبش الكراهية. وده شيء لو دخل في الرياضة أعتقد إنه بينسف المفهوم الرياضة أو الروح الرياضية من الأساس. بتفق معك جدا طبعا يا أحمد. كمان عايزين نتكلم على مباراة بكرة، مباراة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر قدام منتخب توجو. يمكن كان نفسنا أن احنا نشوف بنلعب بأريحية أكتر من كده على أرضنا، ولكن يعني تتعود إن شاء الله في مباراة بكرة. إن شاء الله نتمنى أن احنا نشوف تكتيك واضح جدا للمدرب، ونشوف قد إيه اللعيبة بتدي أقصى ما عندها في الملعب، ونشوف الأداء اللي كل الجمهور المصري محتاج يشوفه من منتخب مصر، غير طبعا النتيجة اللي تكون إيجابية إن شاء الله. ونشوف بقى كمان في أفريقيا مشوارنا هيبقى طويل بإذن الله لما نصعد، نتمنى إن البطولة تكون مصرية. احنا متفقين إن احنا إن شاء الله بإذن الله واصلين أفريقيا، واصلين أفريقيا. اللي عايزين نشوف بكرة يعني يمكن يكون كمان أهم من النتيجة، متهيألي إنه عودة الروح. في أسماء كتيرة جدا، أنا من ناحية الإمكانيات يمكن ما عنديش شك ولا يعني عدم ثقة في إنه اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر ممكن يكونوا الأفضل، وفي كتير 90% منهم الحقيقة يستحق تمثيل المنتخب وإمكانياته كبيرة جدا وعالية. لكن ترجمة ده هو اللي إحنا مستنيينها، ويهمنا كمان أكتر بالنتيجة إن إحنا نشوف الروح، نشوف الغيرة على تيشيرت منتخب مصر زي ما بنشوف الغيرة على تيشيرت كل لاعب على غيرة كل لاعب لتيشيرت نادي. على كل أحوال حلقتنا فيها تفاصيل كتيرة جدا، نبتديها مع حضراتكم بأهم العناوين والأخبار.